بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة التين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وما ننساش نشير الفيديو على أوسع نطاق، وشكرا لكل من شارك في تحريك القناة بحيث أن احنا إن شاء الله تكون أكبر قناة زراعية في الوطن العربي بإذن الله تعالى، بالمعلومة الصدقة وبجهد حضراتكم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنتكلم عن ازاي يكون عندك تين كويس. تمام، التين زي ما انتم عارفين اهو ده ما احنا زرعينه في بيت محمي. تمام، الاهم من اصناف التين والكلام ده كله، انا ما بحبش بصراحه الصنف ده ايه الصنف ده ايه، كل الاصناف كويسه طالما تتوافق مع الجو اللي انت زارع فيه. تمام، طيب اول حاجه في عشان يكون عندك تينه كويسه ورخيصه وبتنزل زي ما بيقولوا في مصر، يبقى لازم تتبع الاتي. اول حاجه لازم نعرفها ان التين متساقطه الاوراق، شجره متساقطه الاوراق. واحده يقول لي طب وانت جبت الجديد؟ طب ما هي متساقطه الاوراق. تمام، ولكن الناس اللي بتزرع في البيوت المحميه التين عندهم دايما بيبقى عليه اوراق طول السنه. تمام، والناس بتفرح بان هو هيجيب له تين طول السنه والدنيا ماشيه كويسه. الكلام ده مش مظبوط يا جماعه. التين اول حاجه لازم عشان متساقط الاوراق لازم نسقط الورق بتاعه. تمام، لازم نسقط الورق بتاعه. ليه؟ واحده حملت ورضعت وكده، يبقى لازم تاخد فتره راحه. هكذا الشجره يا جماعه لازم تاخد فتره راحه. تمام، فتره الراحه ديت ايه؟ ان انا في بدايه من شهر 11 هبدأ اصوم التين بتاعي، هبدأ اصوم الايه؟ التين بتاعي، اصومه يعني بدل ما انا مثلا كنت بروي يوم ويوم او بروي كل يوم، بروي كل اسبوع مره علشان الاملاح ما تتركز تحت الجدر. تمام، ان انا لو منعت الري النهارده هيبدأ الاملاح عندي تتركز تحت الجدر وهتعمل لي مشكله. فانا في وقت التصويم لازم يا جماعه اعمل ري برضه، يعني يكون فيه ايه؟ فيه ري. تمام، بحيث ان انا احسس الشجره ان مفيش ميه وبالتالي بدفعها لان هي تسقط الورق بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده هو. تمام، طيب بعد ما سقطت الورق بتاعها بنبدا نقلم الشجره التقليم كويس. بمعنى ايه يا جماعه؟ يعني بمعنى ان حضرتك النهارده انا يعني مقلم تقليم كأسي. يعني ايه تقليم كأسي؟ زي ما انت شايف كده، دي تقليم كأسي اهو، في كل الشجر تقليم كأسي، يعني الكأس اللي انت بتشرب فيه المية. تمام، من جوه فاضي ومن على الحواف فيه الازاز بتاعه. تمام، اهو ادا فرع، اهو ادا الفرع التاني اهو على الشجرة برضو، ادا الفرع التالت اهو، ادا الفرع الرابع اهو. ده عملنا تقليم ايه؟ كأس. يعني ايه؟ من جوه الشجرة عامل زي الكاس كده، عامله زي الكاس من جوه فاضية. تمام، طيب بإذن الله تعالى الشجرة ديت هناخد منها السنة دي. تمام، الطرح بتاعها، وهنيجي السنة الجاية هنعمل ايه؟ شايف الاتنين دول؟ هنقص من هنا. تمام، ونسيب ده يطلع. ليه؟ أنا مش عايز الشجرة تطول، هقص من ده واسيب ده ايه؟ ده يطلع معايا. تمام، هاجي على دي برضه هقص من هنا، تقليم السنة الجاية إن شاء الله هيقص من أقص من هنا وأسيب ده هوت وهسيب ده هوت. تمام، وهشيل ده كله. تمام، السنة اللي جاية برضه هالفرع الرابع هقص من هنا أو أقص من هنا وأسيب الفرعين دول، هيكونوا كبروا. تمام، بستفاد بيهم. ودول كذلك برضه أقص من هنا، يا إما أسيب ده وأسيب ده. ساعة التقليم بتشوف أنت القرار الكويس. تمام، دي طريقة التقليم الصح. تمام، ليه بقى انا صومت عشان انزل اريح الشجرة بتاعتي وابدا اقلمها التقليم الكويس. بعد التقليم بتاع الشجرة ده هو، طبعا انا لما بقلم بيحصل عندي جروح. تمام، الجروح ديت لازم ندي رشة نحاس او اي مطهر فطري ايا كان، يعني بس يفضل يكون نحاس. تمام، لو تشوفه هو ابتدى يفلت الورق الجديد اهو. تمام، كل البراعم ديت حامله اهي. تمام، كلها اهي، يعني يومين ثلاثه وتفتح كلها باذن الله تعالى. تمام، يبقى انا خلصت كده من مرحله الايه؟ التطعيم. تمام، قصدي اسف التربيه بتاعتها. تمام، واحد هيقول لي التقليم والتربيه، طب واحد هيقول لي انت عامل الخيطان دي ليه؟ الخيطان ديت يا سيدي، التين ده كان واقع كله على الارض. تمام، كان واقع كله على الارض، فعشان نوقف كل جنب كل حاجه بقى حاجه سنيتها كده مشكله، فابتدينا ايه؟ نعملها بالطريقه اللي انت شايفها ده هي. تمام، طالما انا عندي حاجه فوق والخيطان طبعا التكلفه بسيطه جدا. تمام،
ده كل اللي احنا عملناه في قصه التقليم. تمام، التقليم على الطريقه الكاسيه ليه فوائد. ايه الفوائد بتاعته؟ ركز معايا عشان فيه ناس بتقول لك اصل انا مش فاهم. انت ما انتش فاهم عشان انت اساسا مش مركز. انا النهارده لما بفضي الشجره من النص كده وحصل ثمار هنا وحصل ثمار هنا وحصل ثمار هنا وحصل ثمار هنا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الاضاءه داخله عندي في وش في الشجره كويس، تمام التمام، مجموع الخضري والاوراق مغطيه الثمار كويس. يبقى لو عندي تلوين وفي اضاءه واللون عندي التين ملون مثلا، مش ابيض، لونه مثلا احمر وليكن او اسود، هتلاقي اللون بتاعه كويس جدا. تمام، ليه؟ لان الاضاءه هي المسؤوله من الحاجات المسؤوله عن الثمار الكويسه او اللون الكويس، هي الاضاءه. يكون عندك الاضاءه كويسه، تمام. فانا لما بخلي قلب الشجره بعمل اضاءه كويسه، تمام. غير كده كمان ان انا بنظم عمليه الثمار نفسها على الشجره نفسها، تمام. بنظم عمليه الثمار ووزعها توزيع متجانس على الشجره اللي عندي. شايف كله اهو الطريقه الكاسيه، كل ده كأسي اهو، تمام، ما فضي من النص خالص وبادئ الشجره من تحت. شوف بادئ الشجره من تحت، ما حدش يجي يزرع لي شجره التين كده ويخليها تطلع لفوق. دي مش تين، ده تهريج. ده احنا بادئين الشجره زي ما انت شايف من تحت، من نقطه صفر اهي. دي الشتله، شايف كانت فين؟ اهو على الارض كده. ما شاء الله الانتاج عندك هيكون كويس، تمام. الناس اللي هتبخل وهتسيب الشجره بالورق بتاعها طول السنه ومش هتسقط الورق، للاسف الشديد الانتاج عندك ما بيكونش كويس، تمام. انتاج عندك ما بيكونش كويس، وحتى الجوده. ولو جاب التين في الشتاء هتجيب، ولكن التين اولا الطعم غير مظبوط، الحبه نفسها المقاس بتاعها مش مظبوط، الحجم بتاعها مش مظبوط. غير كده كمان ان معظمه الحلاوه نفسها الطعم بتاعه مبقاش مظبوط خالص، وللاسف الشديد بيأثر على المحصول اللي هو الرئيسي بتاعك اللي هيجي لك في شهر 5 او في شهر 6 زي ما يكون الصنف اللي انت عايزه، او في شهر 7 زي ما يكون يعني، تمام. دي قصه التقليم وقصه تسقيط الاوراق او التصويم. طيب الخدمة بتاعتنا عملنا ايه؟ زي ما حضرتك شايف الكبريت اهو، تمام. احنا جبنا كبريت، دي الخراطيم الري اهي، ماشي. جبنا الكبريت اهو، اديك شايف اهو، ده كبريت زراعي محبب اهو. وجبنا 15 15، ما لقيتش 15 15، ممكن تحط شوية بوتاسيوم محبب مع شوية سوبر فوسفات، تمام. المهم وبتخلطهم مع بعض مع المادة العضوية دهيت، وبتبدأ تخلطهم جنب الشجر، تمام. تحطوهم على طول الخط، انا عندي مية على طول الخط، النقطات عندي 20 في خرطومين اهي، تمام. وببدأ اروي طول السنة، يعني الـ 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 المادة العضوية اهي متوزعة على طول الخط، لان فيه مية على طول الخط اهي اهي، تمام. ونيجي برضو مرة بعد ما بنحط المادة العضوية بنقلبها، هي اتقلبت مرة بس عايزة تتقلب كمان مرة يا جماعة، يعني المادة العضوية عايزة تتقلب كمان مرة. المادة العضوية طول ما هي معرضة، أو الأسمدة عموما طول ما هي معرضة للشمس والضوء، للأسف التأثير بتاعها بقاش مظبوط. إذا لازم أروي أو أقلبها كمان مرة تاني، أخربشها بالشوك ولا حاجة، بحيث إن احنا نعمل ميكس كده، خلط مع التربة. فبتلاقي الشجر بسم الله ما شاء الله نمو خضري وثمار، حاجة ولا أروع من كده يعني، تمام. طيب لو عندي أنا حاجة زي الحاجات السيتوكينين أو الأوكسينات، الحاجات اللي هي المنشطة ديت ممكن نرشها، تمام. ممكن ندي رشة على الخشب كده هو عادي، ما فيش أي مشكلة خالص، تمام. وممكن بره برضو نحط قبل بعد ما حطينا السماد ده هوت، ابتدينا بقى نفتح المية. على فكرة بقى الانتظام في الري وفتحات المية هيبدأ من شهر اتنين، وبالأخص من 10/2 كده، يعني من 10/2 احنا ابتدينا نفتح مية كتير هوت، بننبه الجدر بنقول له استعد الموسم، حافل بالتطورات الإيجابية إن شاء الله في الشجرة بتاعتك، فاستعد. فبنبدأ ندي مية، تمام، وبنبدأ ندي عالي فوسفور مع المية، تمام. بنبدأ ندي عالي فوسفور، ولو في منشط جذور ياريت برضو نحط منشط جذور. بس خد بالك
الرايه الاولى يا ريت لو عندك اعفان او عندك نيماتوده تحقن للنيماتوده وتحقن للاعفان، تمام؟ تحقن نيماتوده وتحقن للاعفان الجذور، لان لو عندك نيماتوده يبقى لازم يكون عندك اعفان جذور على طول، لان اعفان الجذور والنيماتوده هم ايه؟ توامان، تمام؟ لو عندك نيماتوده في الارض بتاعتك يبقى لازم تحقن النيماتوده وتحقن كمان بعدها اعفان جذور، تمام؟ وبعد كده لو عندك الدنيا ما فيش الحمد لله اعفان ولا فيش النيماتوده ولا حاجه، المفروض تحقن حاجه منشط جذور بحيث ان الانقسام في الجذور يبقى كويس والمجموع الجذري لو كويس طبعا هينعكس على الثمار هتبقى كويسه وهتعكس على كل الشجره وهتلاقي امورك طيبه باذن الله تعالى. تشوف التين دهوت لازم يا جماعه اللي عنده تين لازم يقلم كويس وصوم كويس، ودي الـ 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 الطريقه الصح. اما انك انت هتفرح اهو اهو طريقه كاسيه اربع ما شاء الله طالعينها.